وظائف الاختبارات: تستخدم الاختبارات النفسية والتربوية للأغراض الآتية: أولاً، قياس تحصيل الطلبة وتقدمهم. يقدم لنا الاختبار معلومات هامة عن سير العملية التعليمية ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. ثانياً، القبول والاختيار. يحقق لنا الاختبار اتخاذ القرارات حول قبول الطلبة أو اختيار الأفضل منهم في ضوء المعلومات التي يقدمها لنا. ثالثاً، تحديد المستوى. يحدد لنا مستويات الطلبة وتصنيفهم إلى عدة مجموعات وحسب المستوى، ليمكن المسؤولين من وضع الاستراتيجيات التعليمية التي تتلائم ومستوى كل مجموعة. رابعاً، التشخيص. تكشف الاختبارات دائماً عوامل الضعف والقوة في تحصيل الطلبة أو الصعوبة من خلال تحليل الإجابات الخاطئة واتخاذ القرار المناسب في تطوير الأساليب التعليمية. خامساً، تنشيط الدافعية. للاختبارات التحصيلية دوراً مهماً في إثارة دافعية الطلبة نحو الدراسة من خلال الاختبارات اليومية أو الشهرية أو الفصلية أو السنوية. سادساً، التغذية الراجعة للمعلم والطالب، وتكشف عن مناطق القوة والضعف لدى الطلبة في العملية التعليمية، مما يسمح بإتاحة الفرصة للمعلم في تعديل أساليبه في التعليم، وتسمح للطلبة في تقويم نفسه وتنظيم وقته. تصنيف الاختبارات. تعددت أساليب تصنيف الاختبارات عموماً، وذلك تبعاً لاختبار طريقة الاستخدام أو طبيعة تفسير النتائج أو عدد الطلبة أو المفحوصين أو مقدار الزمن المخصص لتطبيق الاختبار وطريقة التصحيح. وفيما يلي عرض لطرق تصنيف هذه الاختبارات: أولاً، حسب وجود المثير والاستجابة. إلى أليف اختبارات إسقاطية، عندما لا يكون أي من المثير أو الاستجابة محدداً، كاختبار البقع الحبرية لروشاخ واختبار تفهم الموضوع. با اختبارات محددة البناء، كما في اختبارات التحصيل والقدرات والاستعدادات. ثانيا، حسب مستوى الأداء. أليف أقصى أداء، وهي التي تتطلب من الممتحن أن يبين أفضل ما لديه من قدرات أو معلومات عند الإجابة، كما في اختبارات المهارات والتحصيل والقدرات والاستعدادات. ب الأداء العادي، وهي التي تتطلب من الممتحن أن يبذل جهد أو أداء عادي، وهي تعكس سلوك المتعلم في الأوضاع العادية، كما في اختبارات الاتجاهات والشخصية والميول. ثالثا، عدد الأفراد الذين يطبق عليهم الاختبار. أليف اختبارات فردية، وهي تطبق على طالب واحد في المرة الواحدة مثل اختبارات الشفوية أو الذكاء. با اختبارات جماعية، تطبق على عدد كبير من الطلبة بنفس الوقت، كما في الاختبارات التحصيلية الصفية.